مساء الخير. عبارة أطلقها نائب رئيس الوزراء روزنوري شاويس من عمان استفزت حمية المؤسسة الأمنية. شاويس يقول داعش على أبواب بغداد، ليأتي الرد بأن بغداد محمية وحصينة على الإرهاب. الدعم الأمريكي يترنح بميزان الأمن العراقي، والحشد ينفي انطلاق عمليات تحرير واسعة. أما الهجرة فتعلن الأسبوع المقبل موعد لإطلاق منح النازحين. أبقوا يانا. مصادر أمنية محلية: بغداد عصية على الإرهاب والجيش والحشد سوف يحرران الأنبار. الدعم الأمريكي يوضع في الميزان الأمني، والمواجهة المحتدمة تلعب على الأرقام الصعبة للإرادة العراقية في التحرير. مطالبات بمحاسبة صارمة للمسؤولين عن سقوط الأنبار والموصل. الثلاثاء: العمل تطلق منح قرابة مليون نازح. أهلا بكم. عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن كتلة الفضيلة النائب جمال المحمداوي يحذر من تكرار الهجمات الإرهابية على مصفى بيجي من قبل إرهابي داعش بسبب الأهمية النفطية اللي حققها هذا المصفى وموارده ومشتقاته، حيث يسعى الإرهابيون لتمويل عملياتهم بمحاولة السيطرة على المصفى مثل ما يشوف المحمداوي. أيضا وزارة الدفاع أعلنت تدمير أوكار داعش الإرهابي بقصف الطيران الجيش وقتل 8 إرهابيين بطريق المزرعة بصلاح الدين. حاكم الزاملي رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية يقول الأقاويل حول وصول تنظيم داعش على أبواب بغداد غير صحيحة، وبغداد محصنة بعدة أطواق أمنية، وأن ما حصل بالأنبار إلى ظروف الخاصة. وذكر أيضا أن بغداد آمنة وأن القوات العراقية والحشد جاهزة حاليا لتحرير الأنبار. وكان نائب رئيس الوزراء روزنوري شاويس قال خطر تنظيم داعش بات على أبواب العاصمة بغداد، ودعا الجميع للالتفاف حول الجيش من أجل تطويره. ينضم ويانا عبر الأقمار العميد سعد معن المتحدث باسم عمليات بغداد للحديث عن أمن العاصمة بغداد، وهل هي مهددة أو في خطر من تنظيم داعش الإرهابي. سيادة العميد مساء الخير. مساء الخيرات، تحية لك وللمتابعين. يا هلا بك، نورتنا. نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس يقول خطر تنظيم داعش بات على أبواب العاصمة بغداد. هذا الكلام سمعناه كثيرا من أيضا سياسيين خلال الأيام القليلة الماضية بأن بغداد في خطر وبأن داعش على أبواب بغداد، ومن الممكن أن يدخل داعش في بغداد أو يسبب مشاكل كثيرة في العاصمة. نعم، السيد نائب رئيس الوزراء قد لم يكن يقصد في موضوع دخول بغداد أو خطر بغداد، وإنما كان في النية هو التحدث عن دعم للجيش العراقي. سيد الكريم، أتكلم لك بواقعية، ولطالما تعودنا أن نتكلم بما هو موجود على أرض الواقع. بغداد أمينة إن شاء الله بقواتها الأمنية، بتشكيلاتها الأمنية من خلال قيادة عمليات بغداد ووزارة الداخلية بكل مواردها البشرية والآلية، وأيضا كافة التشكيلات المشتركة معنا في وزارة الدفاع والأمن الوطني والكل حقيقة والحشد الشعبي والعشائر. المهم، هذا الموضوع يعني الحديث عن بغداد قد يكون كنا نتحدث عنه سابقا عندما كانت هنالك أحداث الموصل، ولكن وأيضا الإشاعات التي كانت تسري في تلك الفترة عن بغداد. اليوم بغداد بكل تفاصيلها هي آمنة. اليوم نحن نقاتل، لا نقاتل في بغداد، أنت تعرف اليوم معاركنا هي في القرمة في الأنبار كقيادة عمليات بغداد، وكذلك الحال في مناطق أخرى. منطقة حزام بغداد تم تأمينها بالكامل منذ فترة، والدليل على ذلك عندما كنا نتكلم عن منطقة إبراهيم بن علي والتي كانت من خلالها تقوم عمليات إصابة المواطنين بنيران غير مباشرة في مناطق الكاظمية والشعلة والغزالية. اليوم ابتعدنا بعشرات
حقيقة بمسافة كبيرة جدا في اتجاه ذراع دجلة والقرمة، واليوم معاركنا هي في ذلك الاتجاه. سيادة العميد، حنجي ونتحدث عن دور قيادة عمليات بغداد في تحرير الأنبار على الأقل المناطق والمدن القريبة من بغداد. قبل ذلك نسمع عن أطواق أمنية محيطة بالعاصمة، هي للصد، هي لتأمين العاصمة، لكن ما نعرف شنو طبيعة هاي الأطواق الأمنية، وأيضا التشكيلات المشاركة بعملية حماية العاصمة من أي خطر؟ نعم، هي كلمة الأطواق هي يعني كلمة افتراضية لما موجود على خريطة ويطبق على أرض الواقع. هنالك أكثر من طوق أمني وهذا صحيح، هنالك الكمائن المنصوبة في أماكن مختلفة اللي قد تكون فيها المناطق يعني ممكن أن يكون فيها حركة الإرهابيين. لدينا قطاعات متوزعة من خلال الفرق العسكرية وكذلك فرق الشرطة الاتحادية ضمن القاطع الغربي وضمن القاطع الشمالي والجنوبي والشرقي، والقوة موجودة. القوة أولا ماسكة للأرض ومواضع مستمرة ومقرات مسيطرة، إضافة إلى مقرات الأفواج والألوية في الأماكن المتقدمة. إضافة إلى ذلك يتقدم عنها هو موضوع الكمائن وأيضا انتشار قوة بزي ولباس مدني في أكثر من مكان، وأيضا وضع المصائد للعدو. إضافة إلى ذلك المسح الجوي المستمر على مدى 24 ساعة من خلال الغرفة الجوية في قيادة عمليات بغداد، وهذه تعمل على مدار 24 ساعة لأي عملية رصد أو متابعة أو حركة. طيب، بالتزامن مع قرب انطلاق عمليات تحرير الأنبار، هل جرى أو هل حيجري تغيير الخطط ما يتعلق بالانتشار، ما يتعلق بالتموضع، يعني ما يتعلق بالتحديد بهاي الأطواق الأمنية الموجودة لحماية العاصمة؟ بالتأكيد يعني عندما تكون هنالك عملية هذا لا يعني أن يكون هنالك نقص أو سحب موارد بشرية على حساب منطقة أخرى. فلدينا قوة محررة، هذه القوة المحررة هي التي يكون لها حرية الحركة والاتجاه إلى عمليات الاقتحام أو التحرير أو الحركة دون أن تؤثر على المواضع الموجودة في المناطق الأخرى، والتنسيق طبعا من خلال العمليات المشتركة. فالعمليات المشتركة هي من تناغم هذه العمليات وتقوم بتوزيع الأدوار بالتنسيق مع مختلف العمليات، يعني نتكلم عن عمليات بغداد وعن عمليات الأنبار وغيرها من العمليات. القوة أيضا بتحركها أيضا يكون بتنسيق. بالتأكيد بعض المناطق هنالك الإخوان من العشائر، مناطق أخرى هنالك أبطال الحشد الشعبي في المناطق الأخرى. واضح. طبعا هذا كله يكون تحت قيادة التشكيلات الأمنية. ما يتعلق بالقرمة، وين وصلت قيادة عمليات بغداد بتحرير القرمة، أو شقد نسبة الأرض اللي حررت وأصبحت يعني موجودة فيها القوات الأمنية ومسيطرة عليها القوات الأمنية؟ ما يخص القرمة العمليات ما زالت مستمرة ومن كل المحاور، ولازلنا يعني على مداخل مركز ناحية القرمة، وحقيقة القتال فيها مستمر. أنت تعرف في القرمة نحن نقاتل اتجاهين، هو ما موجود. وين المشكلة بالقرمة؟ يعني من أسبوعين أو من 3 أسابيع وإحنا نسمع أنه الدخول المركز القرمة بات قريبا. سيدي الكريم، القرمة هي عملية قتال مزدوج، أي نقاتل ما موجود من الإرهابيين في الفلوجة وفي القرمة. كلما كان هناك عملية قتل للمجاميع الإرهابية هناك، كلما كانوا يحاولون أن يزجون بما لديهم من احتياط أو من مجاميع إرهابية في الفلوجة. يعني اليوم فقط كان هنالك ضربة نوعية مهمة جدا من خلال طيران التحالف الدولي على منطقة قريبة من الجسر الياباني، كان هنالك عبارة على النهار فيها 3 عجلات مليئة بالمواد المتفجرة والأسلحة. مين جاية انطلاق هاي العبارة؟ مين جاية هاي العبارة؟ من نعم من منطقة على قريبة من الجسر الياباني على مشروع الرواية للثرثار. تم طبعا هي عبارة بشكل يعني على نهر وفيها 3 عجلات، تم استهدافها في الساعة 2 ظهرا وتم حقيقة تفجيرها وقتل من فيها. هذه طبعا هذه الضربات الجوية لطيران الجيش العراقي والقوة الجوية الأبطال وطيران التحالف الدولي أيضا سببت مشكلة في عملية تجحفل العدو أو تحرك بمجاميع، وأيضا محاولة الاختباء هنا وهناك. أيضا ضمن عمليات اليوم تم تدمير عدد من الأوكار وقتل مجموعة من الإرهابيين، وأيضا تدمير بعض العجلات والأماكن المفخخة. نحن لا نريد
أن ندمر البنى التحتية الموجودة في هذه المدينة، وكذلك نحاول أن تكون هناك أقل خسائر فيها. لذلك عملية الدخول والتقدم هي نوعا ما بطيئة، ولكن نحن نعرف أن الانتصار الذي سوف يتحقق في مركز ناحية القرمة هو انتصار مزدوج، باعتباره أنه سوف يتم القضاء على ما موجود من إرهابيين في القرمة، وفي ذات الوقت هو أضعاف لما موجود من مجاميع إرهابية في الفلوجة. أي أن عملية الدخول إلى القرمة إن شاء الله وتحريرها هي عملية تعتبر أكثر من نصف ما سوف يتم إنجازها في الفلوجة أيضا. واضح. رغم كل هذه التطمينات سيادة العميد بخصوص أن بغداد آمنة، بخصوص أن بغداد محصنة وعصية على الإرهاب، لكن المخاوف حاضرة عند أهالي بغداد على اعتبار أن هناك ما يثير هذه المخاوف. تارة نسمع أن هناك خلايا نائمة من داعش في العاصمة بغداد، وتارة نسمع أن هناك متسللين من إرهابي داعش دخلوا البغداد مع النازحين. أولا، هل توجد معلومات مؤكدة بخصوص وجود خلايا نائمة وبخصوص دخول متسللين؟ وإن كانت هناك فعلا خلايا نائمة ومتسللين، شنو هي الإجراءات اللي اتخذتوها؟ هو بالفعل تم إلقاء القبض على بعض المطلوبين على قضايا إرهابية مع الإخوان النازحين، هذا حدث وتم إلقاء القبض عليهم. إيش قد العدد اللي تم إلقاء القبض عليهم؟ يعني مجموعة منهم، مجموعة تم إلقاء القبض عليهم وفق مذكرات قبض أصولية قضائية. أخي الكريم، عملية توزيع الإخوان النازحين هي لا تكون بعشوائية، هنالك توزيع وهنالك مراجعة لمركز الشرطة، وهنالك أيضا وجود لمجاميعنا الاستخباراتية، وهي من خلال الخلايا المشتركة لمختلف الأجهزة الأمنية الاستخباراتية في المناطق، من خلال القوة الماسكة للأرض هناك. استخبارات الداخلية تعمل بصورة ممتازة، وكذلك بشقيها طبعا عن استخبارات بغداد، وكذلك استخبارات منظومة استخبارات الشرطة الاتحادية، كذلك الحال للإخوان في الاستخبارات العسكرية والأمن الوطني، وهنالك عمل على هذا الموضوع، ويتم إلقاء القبض على من يحاول أن يؤثر على السلم. ما نقدر نعتبر الحديث بغداد عن وجود خلايا نائمة، ما نقدر نعتبر الحديث عن وجود خلايا نائمة ودخول متسللين هو مجرد أحاديث سياسية، ولا توجد معلومات دقيقة، معلومات موثقة بخصوص دخول المتسللين وبخصوص وجود الخلايا النائمة. يعني احنا لا ننكر انه وجود بعض المجامع الإرهابية الفرادة التي قد تختبئ هنا وهناك، والدليل على ذلك يعني بين فترة وفترة يكون هنالك محاولة لاستهداف المواطن الأبرياء العزل. هذا يعني اليوم تم ضبط عجلة مفخخة في جانب الكرخ، ولله الحمد تم معالجتها من خلال المعلومة الاستخبارية والجهد الهندسي للشرطة الاتحادية والتشكيلات الأمنية الأخرى. ولكن تسألني هل بإمكان هؤلاء أن يقوموا بشيء يؤثر على أمن بغداد؟ بالتأكيد لا، حتى نفرق بين جانب عسكري وجانب أمني. الجانب العسكري، قيادة عمليات بغداد وتشكيلاتها الأمنية الملحقة بها، هي لله الحمد قادرة على حفظ بغداد، بل هي اليوم تذهب لمساعدة باقي التشكيلات الأمنية الأخرى من خلال العمليات المشتركة. ومن ناحية أمنية قد يحاول العدو استهداف المواطنين هنا وهناك، ولكن هنالك ملاحقة جدية من قبل الجهد الاستخباري، واللي أثمر على إلقاء القبض على الكثير من هؤلاء. خلينا شكرك العميد سعد معنا المتحدث باسم عمليات بغداد، شكرا جزيلا لانضمامك ويانا. النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلق يحمل جميع السياسيين والمسؤولين بالحكومة مسؤولية تدفق المشاريع والأجندات التخريبية المشرذمة والمقسمة للعراق وشعبه، وحذر من مغبة عدم التوافق بين القوى السياسية لصد تلك المشاريع. النائب علي نصيف تقول قدم الطلب الرئيس مجلس النواب سليم الجبوري لاستجواب وزير الدفاع خالد العبيدي. نصيف قالت أيضا رئيسة حركة إرادة النائبة حنان الفتلاوي بدورها قدمت طلب آخر للجبوري بشأن استجواب العبيدي، وأكدت نصيف أن رئيس مجلس النواب وافق على الاستجواب بحال ثبوت الأدلة المقدمة ضده، وبينت أن لدينا ما يكفي من الأدلة لسحب الثقة عنه وإقالته وفسح المجال الشخصية كفوءة ما عندها أجندات خارجية لتولي المنصب الحساس أي وزارة الدفاع. بيان عن كتلة المواطن النيابية تقول بي الإجراءات انعدام الإجراءات الحازمة والعقوبات الصارمة بحق كل من تسبب بسقوط الموصل بحزيران 2014 كان سبب رئيس لما حصل في الرمادي. حول هذا الموضوع ينضم ويانا القيادي في كتلة المواطن السيد فادي الشمري. استاذ فادي اهلا بك، شلون صحتك؟ نورتنا، تفضل استريح. الله بالخير. الله بالخير. شلون الامور؟ انعدام الاجراءات الحازمه، هذا بيان كتلة المواطن،
والعقوبات الصارمة بحق كل من تسبب بسقوط الموصل بحزيران 2014 كان سبب رئيس لما حصل في الرمادي. معنى كلامكم أن سقوط الرمادي شبيه بسقوط الموصل ما حدث بحزيران 2014، مو هالشكل؟ نعم، تحية لك وجميع المشاهدين. لا شك أن ما حصل في الرمادي وفي الأنبار هو استنساخ لتجربة الموصل. هناك خيانة، هناك يعني استخدام الإشاعة، والذي يعني بين أن هناك مشكلة في الحالة البنيوية للمؤسسة العسكرية. إلى حد الآن ما عرفنا من الخونة. لا، هناك إلى حد الآن ما عرفنا من الخونة. فبالتالي الخيانة أيضا تكررت في الرمادي. تكررت لا شك، لأن وإن بقى الحال على حاله سيتكرر الأمر ربما في مناطق. لا شك، لم نحاسب أحدا. كل الحسابات إذا نتذكر ونرجع إلى الوراء، كان هناك قائمة ب 56 ضابط كان من المفترض أن يحصل معاهم تحقيقات على ضوء ما جرى في الموصل. نعم. لم نتعرف على النتائج، حتى التحقيقات كانت فيها الكثير من التسويفات. ليش يعني شنو السبب بعد سنة تقريبا على سقوط الموصل والحديث عن خيانة وشكلت لجنة برلمانية؟ هاي اللجنة ليش إلى حد الآن ما انتهت من عملها؟ وإذا انتهت خلال أسبوع، خلال شهر، خلال شهرين، فعلا حتوصل للحقيقة، حتوصل لأسباب الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل وبالتالي تدين عدد من الخائنين؟ أنا أعتقد أن الأسباب الحقيقية لسقوط الموصل واستنساخه في الرمادي هي واضحة للجميع والجميع يعرفها، لكن إثبات ذلك نتيجة الاختلافات ما بين الكتل وما بين الأعضاء. يعني حتى لجنة تحقيق الموصل لجنة كبيرة متهرئة بالكاد تجتمع، بالكاد تحقق نصاب الاجتماع، هذا ما يؤخذ على هذه اللجنة. نعم، هناك جهود حثيثة من قبل قيادة هذه اللجنة للوصول إلى يعني نتائج ملموسة ممكن أن تبين إلى الشعب. وبالمقابل أكو ضغوط كبيرة على هذه اللجنة وقيادات هذه اللجنة للتغاضي عن بعض الأمور لعدم الوصول إلى الحقيقة على الأقل. نعم، وبالنتيجة يعني حتى هناك بعض الأسئلة وجهت إلى بعض القيادات الكبرى في البلد ولم يتم استضافتهم على بقية يعني على ما جرى على بقية المسؤولين المباشرين، ولحد الآن لم تصل أن الأجوبة من هؤلاء القيادات. خيانات موجودة، ناس باعوا الموصل وناس باعوا الرمادي، وهي بالتالي يبيعون الوطن، لكن هاي الخيانات المن أو هاي العمالة المن لأي جهة؟ يعني فعلا هم متواطئين ويا داعش، لو متواطئين ويا دول تدعم داعش، ما فاهمين احنا لحد. يعني علينا أن نثبت قضية مهمة في الرمادي. هناك قيادات ميدانية قدمت ما قدمت وحقيقة تستحق أن تشكر والتقدير والإشادة، حتى في يوم الانسحاب الذي حصل. من يحمل المسؤولية هم أصحاب الرتب الكبرى. هناك الآن والتحقيقات جارية في هذا الإطار، هناك رتب كبرى ومسؤولين مباشرين في قيادة عمليات الأنبار. البعض منهم نزل في إجازة قبل يوم أو يومين من سقوط الرمادي، أخذ إجازة، ومع ويقال أن لديهم معلومات بخصوص. نعم، تحذيرات داعش لدخول الرمادي. أوصلنا معلومات وتصورات إلى هؤلاء القيادات بشكل مباشر ولم يأخذوا بها، وحذرناهم من النزول ومع هذا نزلوا في هذه الإجازات. طبعا التحقيقات جارية، لا نريد أن نذكر أسماء، لكن ما حصل هو تماما استنساخ. تحقيقات عند أي جهة؟ عند وزارة الدفاع؟ في وزارة الدفاع وأيضا في مكتب القائد العام. بالتالي معنى ذلك أنه ما نتوقع تحقيقي نصر في ظل ما موجود من خيانات لا في الرمادي ولا في مناطق أخرى، مو هيك؟ أنا استشرافي للقادم أن هناك نصر كبير سيحدث إذا ما تدخل الحشد إضافة يعني بكفة، والقوات الأمنية بكفة. شنو فائدة يدخل الحشد؟ شنو فائدة قتال العشائر؟ وبالتالي أكو قوات أمنية، ربما بعض قيادات هذه القوات متواطئة مع داعش، متواطئة مع دول تدعم داعش. سيدي الكريم، هناك يعني سجلنا الكثير من الملاحظات على القيادات الأمنية التي تسلمت مواقعها في الجبهة الغربية، وبينا تلك الملاحظات ولم يأخذ بها القائد العام القوات المسلحة. جزء كبير من هذا شو وقت الحكي في يعني الايام بيومين او ثلاثه التي سبقت تسميه سقوط الرمادي، لا التي سبقت تسميه قياده العمليات الجديده. وبعض المراتب قدمت هاي رؤيتكم الى القائد العام؟ نعم قدمت، وبالنتيجه لم يؤخذ بها. على اي حال لا نريد ان نرجع الى الوراء، علينا ان نستشرف المستقبل. قلنا يعني بشكل واضح وصريح سابقا ونقولها اليوم، القوات الأمنية لا تستطيع وحدها أن تخوض معارك. ما جرى في الأنبار خير ودليل
على أن لدينا مشكلة في البنية العسكرية، وإلا يعني كل التصوير الجوي، كل المعلومات التي جاءتنا تقول عدم وجود معارك، ماكو احتدام مباشر، لم نخسر معركة، كان هناك انسحاب. نعم كان هناك ثغرة في يعني كانت من سدة الرمادي من قرب مستشفى الرمادي عندما كان آل أبو عساف وآل أبو علوان، إضافة إلى قوات الجيش يعني تحارب داعش من جانب السدة، ولم تصمد يعني على مدار ساعتين لم تصمد، استطاعت داعش يعني تدخل من تلك الثغرة، لكن القوات الأمنية بمجرد دخول داعش من تلك الثغرة تم الانسحاب بشكل مباشر، وطبعا ساعد على أساس أوامر طبعا بالانسحاب. نعم هناك بعض الأوامر للانسحاب سميت بالانسحاب التكتيكي من هذا القبيل. لذلك نعتقد أن القوات الأمنية غير قادرة وحدها على حسم أي معركة أو حتى الدخول في المعركة، لا عدتها تسمح ولا عديدها يسمح. المقابل الحشد الشعبي، يجب الدخول بالأركان الثلاث، الحشد الشعبي، القوات المسلحة، قوات العشائر، هذه الأركان الثلاث إذا لم تنسق فيما بينها وإذا لم تدخل هذه المعركة دخلة واحدة لن نستطيع أن نحسم معركة الأنبار. معركة الأنبار مهمة وقلناها سابقا أن داعش في خصوص المعارك فيما يتعلق بالخونة حنعثر عليهم حنندلهم واضحين ومسلمين ليش ما ونمتلك المعلومات إذا ولكن مع إذا واضحين ليش ما يتحاسبون؟ نعم وين المشكلة؟ هذه الكارثة هي الكبرى، وين المشكلة؟ منو اللي يمنع محاسبتهم؟ ليس هناك إرادة حقيقية أو جدية حقيقية في محاسبة المقصرين. نعرف تماما أن الرشاوة والفساد منخور في وزارات الدفاع والداخلية، وعلى رئيس الحكومة والقائد العام القوات المسلحة أن يعمل شيئا لوقف نزيف هذا الفساد. المفروض حصلت تغييرات في المرحلة الماضية، حصلت تغييرات في القيادات العسكرية في المرحلة الماضية، لم تكن موفقة. تغييرات حصلت فعلا لو تغييرات كانت على الورق. أنا أتذكر أنه قائمة جت القائمة الأولى بها رئيس أركان الجيش. نعم. من ضمن المغيرين مهيجي، لكن رئيس أركان الجيش بعد موجود بمنصبه. نسبة المغيرين من القائمة التي صدرت من القائد العام القوات المسلحة الذين استلموا فعليا لا يتجاوزون 33%، والنسبة الباقية لا زالت باقية ولم تنفذ، حبر على ورق. وحتى الـ 33% يعني عندما تم إخراجهم كان في الكثير من المشاكل القانونية، إضافة لم يتم محاسبة. هذا قائد عسكري ويحمل رتبة عسكرية ما أجي تحاسبه، طبعا الأكثر منهم غير مشمول بقانون التقاعد باعتبار سن القانوني لم يشمل بذلك. لذلك إذا كان هو مقصر كان من المفترض أن أأتي به في مجالس التحقيق، وأما أن يكون مقصر أو لا غير مقصر وبالتالي أخليه يتم إعادة هيكلته وأخليه في موقع آخر. خلينا شكرك سيد فادي الشمري عن كتلة المواطن، شكرا لحضورك، شكرا نورتنا، يا هلا بك، شكرا جزيلا. الدعم الأمريكي يوضع في الميزان الأمني والمواجهة المحتدمة تلعب على الأرقام الصعبة للإرادة العراقية في التحرير. الحشد ينفي انطلاق عمليات تحرير الأنبار وصلاح الدين. صحيفة الجارديان تقول مسؤولان رفيعا المستوى رفضا الكشف عن اسميهما. أعلن الاثنان بشكل غير رسمي عن أن الولايات المتحدة الأمريكية ما حتعارض أي تدخل إيراني بالصراع ويا داعش، شريطة أن يكون مقترن بالتنسيق ويا الحكومة العراقية وتحت قيادتها وإشرافها المباشر. جوش أرنست الناطق باسم المكتب الإعلامي للبيت الأبيض يقول القتال ويا داعش قد يطول لأكثر من سنتين بأكثر السيناريوهات تفاؤلا، خلال هالسنتين قد يتغير الوضع على الأرض كثيرا مما يتطلب منا تعديل الاستراتيجية، ويقصد بالاستراتيجية سياسة الولايات المتحدة. وحول السياسة الأمريكية تجاه الأوضاع العراقية والمواجهة ويا داعش نشوف هذا التقرير. أثارت تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر بخصوص القوات الأمنية استغراب الحكومة العراقية. كارتر الذي انتقد أداء القوات العراقية في معارك الأنبار والتراجع على أكثر من جبهة
ذكر إن القوات الأمنية لا تملك الإرادة في قتال تنظيم داعش بالرغم من أنها تتفوق على قدرات التنظيم المادية والبشرية، إلا أنها بدت غير جادة في مواجهة عناصر داعش، فيما دافع كارتر عن الغارات الجوية لطيران التحالف واصفا إياها بالفعالة، وقد حققت نتائج كبيرة على الأرض وأسهمت في تقدم القطاعات العسكرية في الكثير من المعارك. في الوقت الذي أعرب فيه رئيس الوزراء حيدر العبادي عن استغرابه تصريحات كارتر تعهد باستعادة مدينة الرمادي خلال أيام قليلة من سيطرة داعش، مؤكدا جاهزية القوات العراقية لخوض المعارك، مبررا تصريحات الوزير الأمريكي إلى تزويده بمعلومات استخبارية خاطئة بشأن قدرة الجيش العراقي على التصدي لتنظيم داعش. العبادي أضاف إن كارتر طالما كان يدعم العراق ولا زال. وزير الدفاع الأمريكي أكد إن الحكومة الأمريكية مستمرة في تقديم الدعم للمؤسسة العسكرية العراقية من تدريب وتسليح على الرغم من ملاحظاتها تجاه ما يدور على الأرض. أحمد أبو ريشة رئيس مؤتمر صحوة العراق يقول الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية سقوط الأنبار لرفضهم المشروع الأمريكي لتسليح أبناء العشائر بخصوص دور العشائر القادم في المرحلة القادمة في الأيام القادمة لتحرير مناطقهم لتحرير الرمادي بالتحديد. ينضم ويانا الشيخ رافع الفداوي شيخ عشيرة أبو فهد. شيخ رافع يا أهلا بك. أهلا مرحبا. شلون صحتك؟ نورتنا. أهلا وسهلا. تفضل سريع. الله بالخير. الله بالخير. يعني الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية سقوط الأنبار لرفضهم المشروع الأمريكي لتسليح أبناء العشائر، تأيد هذا الكلام؟ أبناء العشائر يحتاجون السلاح سواء من أمريكا من الحكومة، على الحكومة هي أن تسلح أبناء العشائر. من يجيب السلاح هاي مسؤولية الحكومة، مشكلتها من أمريكا من روسيا من الصين مشكلتها. تقول لي قصرت الحكومة؟ نعم قصرت. يعني حتى لحظة سقوط الرمادي لم يتم تسليح أبناء العشائر أبدا. البعض يتحدث عن سلاح فعلا سلم إلى العشائر أبدا. ما أي قطعة سلاح أي سلاح نوعي كافي من ناحية العدد جيد لم تسلح به العشائر. سلموا بعض البنادق لنائب عمرية الفلوجة وهذا هو. اما كتسليح العشائر الانبار ايش قالت لكم الحكومه اكثر من مره؟ التقيت ويا القائد العام للقوات المسلحه ومع مسؤولين عده بخصوص موضوع تسليح العشائر، ايش قالت لكم؟ ليش ما نقدر نسلح العشائر؟ المشكله بنقص السلاح، المشكله انه ما عندهم ثقه بيكم، لو المشكله اكو فيتو على تسليح العشائر. هو هذا السؤال ربما يوجه للحكومه او المختص بالحكومه. مو انتوا بالتاكيد طرحتوا وبالتاكيد جاكم الجواب. احنا طرحناه اكثر من مره. يقولون المخازن فارغه لا يوجد فيها لا سلاح ولا عتاد، ولكن نشوف كثير من الجيش عنده سلاح وعتاد، الشرطه عندها سلاح وعتاد، الشرطه الاتحاديه، اخواننا بالحشد الشعبي، الا احنا. وداعش همين اخذ سلاح الجيش والقوات الامنيه، والحديث عن 100 عربه هانفي 10 دبابات ما اعرف كم مدفع ثقيل، وايضا مخازن الاسلحه استولى عليها داعش في الرمادي بعد انسحاب الجيش والقوات الامنيه. احنا هذا السلاح اللي تركوه الداعش عند انسحابهم، لو مسلمينه للعشائر كان العشائر بحدها كافيه هي تحرر الانبار. تقاتلون لو انسحبتوا من القتال، والحديث عن ان العشائر ستاخذ موقف موحد بخصوص ترك ساحات القتال بعد انسحاب القوات الأمنية، بعد بالتالي الإحباط والخذلان اللي تعرضت له العشائر. بالتأكيد المأساة أو النكبة اللي حصلت بالأنبار مدينة الرمادي ألقت بظلالها السلبية على معنويات العشائر المتصدية، ولكن مع هذا يعني إن حصل تصدع هنا أو هناك أو ربما خيانة عند البعض، هذا مو مبرر عن العشائر خلص ما تقاتل، لأن هذا عدو يخالفك بالعقيدة، يخالفك بالرؤى، يخالفك بالأخلاق، فوجب عليك قتاله. يعني أما واحد خان أو اثنين أو ثلاثة يعني هذا مبرر. احنا والله بالتالي مستمرين. حاجة أتحدث عن المرحلة القادمة، قبل ذلك بيش تقاتلون؟ سلاح ما عندكم؟ أكثريته سلاح العشائر نفسي، السلاح الشخصي أخذنا بعض المعونات من الحكومة ولكنها معونات
شحيحة جدا. يعني شنو هاي المعونات؟ يعني بعض قطع البي كي سي، ولكن هاي هسه مؤخرا يعني؟ لا، هذه قد ما كان سعدون الدليمي وزير للدفاع وزعوا على عشائر، وقسم قاتلت وقسم ما قدرت تقاتل، ولكن احنا اللي نحكي عن العشائر اللي قاتلت يعني ما كانت الدولة منفتحة وياها بشكل يأمنها يعني من العدو داعش. يعني احنا كثير من الأماكن لو كان عندنا بعض السلاح النوعي كنا احنا قمنا بعمليات تطهير، ولكن افتقادنا هذا النوع من السلاح يعني خلانا فقط مدافعين، ومدافعين بمرارة نتيجة ردات السلاح اللي موجود عندنا وعدم كفايته وكذلك الاعتاد. زين، ده نسمع كثيرا عن حصول خيانة فيما يتعلق بسقوط الرمادي، ويقول لك انه الجيش ما خسر المعركة، هو انسحب من المعركة او باقي القوات الأمنية. فعلا هناك خيانة حصلت، والحديث ان الخيانة جت من القيادات الكبيرة، قيادات عمليات الأنبار، البعض منهم ماخذ إجازة قبل يومين من الانسحاب، والبعض اعطى اوامر بالفعل من الانسحاب. شوف اخي العزيز، يعني هناك اكو مشكلة بالقيادة. اكثرية الوحدات اللي موجودة بالرمادي قيادة عمليات الأنبار ليست لها أوامر عليها أو ما يأتمرون بأمرها، سواء من الفرقة الذهبية، الفرقة الثامنة، الفرقة العاشرة، يعني ربما تأتمر على عدد قليل جدا من الجنود. هذا يعني أكو مشكلة بالقيادة المشتركة، كان المفروض توحد الجهود وتخلي قيادة القطعات هناك عند شخص واحد. بس هو شيخ عفوا، ليش انسحب الجيش؟ بسبب انه داعش قوي يعني هاجم بعدد كبير باسلحه متطوره، لو بسبب بالفعل حصلت خيانه انتم موجودين بارض المعارك. هو هذا ممكن راح يجاوب عنه، راح يجاوب عنه قائد العمليات من خلال اللجنه التحقيقيه، شنو السبب اللي خلاه ينسحب؟ كان المفروض ان يبقى بمكانه، هكذا رؤيتنا. اذا عنده كان سبب اخر وانسحب، لماذا اتجهت باتجاه الغرب، باتجاه منطقة غير استراتيجية؟ ألا كان الأولى غرب بك غرب الرمادي تقصد؟ ألا كان الأولى بك أن تنسحب نحو الشرق وهناك عشائر كبيرة جدا متصدية تقاتل هاي القطاعات مالت الجيش تفيدهم على الساتر؟ وحتى إذا انسحب الجنود ما عندهم إرادة للقتال، بإمكان أبناء العشائر أن يحمون الجناح الشرقي أو الغربي لقاعدة الحبانية ويحمون هذا القاطع. وكذلك الفرقة الذهبية انسحبت اتجاه الشرق، ما اجت على الساتر، المنطقة آمنة ومستقرة. وين راحت؟ راحت القاعة الحبانية، وبالتالي مباشرة يعني خلعت، يعني عملت نوع من الخلع يعني أو انسحبوا بشكل منظم بشكل عشوائي، يعني عشوائي، ويطلقون كلام ما مقبول جدا، بالتالي أدى إلى يعني تبدد المعنويات لدى حتى المقاتلين عندما شافوا تلك الآليات الثقيلة تنسحب، وهم يطلقون عبارات انسحبوا جوكم داعش، هذا ما مقبول، يعني كسروا معنويات الناس. احنا لو هذا بدل ما رايح للقاعه الحبانيه باقي على الساتر، والمشكله عنده فوج من السوات موجود على الساتر ضمن الساتر ضمن ابناء العشائر، ابقى يمه، ليش تهد معنويات العالم؟ كان بالامكان ما خسرنا هاي المناطق ولا تهجرت هاي المأساة اللي صارت على بزيبز. والله احنا نشعر البفهد تعرضنا الى خيانه كبرى، نعم، من قبل الجيش ومن قبل قوات سوات، ونطلب من رئيس الوزراء التحقيق بهذا الموضوع، لأن احنا صار على مدى سنة وسبعة أشهر نقاتل بسلاحنا البسيط، ودفعنا خير شبابنا شهداء وجرحى، وعوائلنا عانت من القصف، وكل شيء تحملناه مرار، ويتركونا بهيش طريقة. يعني ايش أوحوا القوات بالراحة وبهالطريقة هذه من أمام القاطع الآمن المتصدي؟ يعني يرسلون رسالة سيئة للعشائر أنه اترك القتال لا تقاتلون. فأريد تحقيق بهذا الموضوع وجهد هذا العشائر لا يحصل. خلينا داخل وقت، ما عندي وقت. المعارك وين جارية حاليا، والمعارك منو مشارك بها؟ أيضا العشائر والحشد الشعبي والقوات الأمنية، لو هي تقتصر على تشكيل واحد يعني فقط العشائر، أم الحشد الشعبي فقط هو اللي يقاتل حاليا، لو الكل؟ أنت تعرف أخي العزيز، بعد هذا النكبة اللي تعرضت لها محافظة الأنبار والرمادي بالتحديد، أكثرية العشائر صارت خارج القاطع، ولكن بقت من الشرطة المحلية ومن أبناء العشائر الآن يلتحقون. وين المعارك جارية حاليا؟ شنو المناطق شرق الرمادي المسيطر عليها؟ يعني فقط الخالدية؟ لا، في حصيبة الشرقية المعارك الآن، في حصيبة الشرقية. متى تطهيرها حصيبة الشرقية؟ بلى، يعني أكو بعض الجيوب، وفي منطقة الجويبة كذلك الآن أخواننا بالحشد الشعبي يشاركون بفعالية، موجودين كذلك بدأ الجيش العراقي، بدأت الشرطة الاتحادية، وصلت تعزيزات من قبل الجيش أو نعم، وكذلك يعني الشرطة المحلية وأبناء العشائر. نتوقع يعني إذا ما توحدت الجهود مالتهم والمشاركة بفعالية لكل هذه الأصناف اللي ذكرناها،
ربما يكون العودة أحمد إن شاء الله. نتوقع الآن تقدم طيب جدا ده يحصل بالقاطع. نتمنى ذلك. من خلال قناتكم الكريمة نوجه كلام إلى كافة أبناء العشائر الالتحاق إلى معسكر الحبانية. طبعا إحنا تعرف حضرتك كل ما نريد نفتح هذا المعسكر تحصل مصيبة وده يتأجل الموضوع. الآن على الحشد الشعبي مالت الأنبار الحابين بالتطوع الذهاب مباشرة إلى معسكر الحبانية، إحنا محتاجينهم للمشاركة بهاي المعركة، وكذلك على قائد الشرطة الجديد السيد هادي كسار أن يفتح المركز التدريبي لتدريب الشرطة وتأهيلهم بالموجود معسكر الحبانية. أنا مضطر من أجل الشرطة اللي سربوا كل الرجوع على تسليحهم وإشراكهم بالمعركة. شكرك الشيخ رافع. دعوة خاصة إلى كل أبناء قبيلة البوفهد الرجوع فورا للمقاتلين بعد أمنوا عوائلهم للمشاركة بالمعركة. شيخ رافع الفداوي شيخ عشيرة البوفهد شكرا لحضورك نورتنا. شكرا جزيلا. يا هلا بك. الله معك. مصدر بإعلام الحشد الشعبي في بدء عمليات تحرير محافظة الأنبار أو محافظة صلاح الدين. المصدر قال ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن بدء العمليات غير دقيق، وأن ما يحدث في الأنبار وصلاح الدين هو فقط عمليات تمهيدية، تجدر الإشارة إلى أن الآلاف من متطوعي الحشد الشعبي وصلوا القاعدة الحبانية قبل أيام للبدء بعمليات تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وباقي المناطق المحتلة من سيطرة المحتلة من قبل تنظيم داعش الإرهابي. في المثنى الزراعة تعلن إنجاز قرية عصرية. كربلاء تنجز الخطة الأمنية للزيارة الشعبانية. وزارة الزراعة أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بتسليم القرية العصرية بمحافظة المثنى للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين. أيضا مجلس كربلاء يعقد يوم الثلاثاء اجتماع لمناقشة الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة النصف من شعبان واللي يصادف بها ذكرى ولادة الإمام المهدي عليه السلام. وزير العمل محمد إشياع السوداني يعلن شمول 55 أسرة بقضاء الشطرة بمحافظة ذيقار بإعانة الحماية الاجتماعية. ابقوا ويانا وفقرت مع الناس. الهجرة تقرر صرف منح النازحين الأسبوع المقبل. وزيرة الصحة عديلة حمود بحثت ويا المدير الإقليمي للشرق الأوسط بمنظمة الصحة العالمية علاء الدين العلوان الآليات اللازمة لتجنب انتشار الأمراض المعدية بين النازحين بالبلاد. وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف يعلن أن الأسبوع المقبل حيشهد صرف مستحقات منحة المليون دينار لأكثر من 99 ألف عائلة نازحة وإشعار العوائل عن طريق رسالة الأس أم أس. حول هذا الموضوع ينضم ويانا الوكيل الأقدم لوزارة الهجرة سيد أصغر موسوي. سيد أصغر يا أهلا بك. السلام عليكم. شلون صحتك؟ أهلا نورتنا. تفضل أسرع. الله بخير. الله بخير. بالبداية أريد أعرف كم عائلة نازحة حتى الآن مسجلة بسجلاتكم، سجلات وزارة الهجرة والمهجرين، وأيضا كم عائلة من المسجلين حصلت على المليون، على المليون السابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة لكم والمشاهدين الكرام. الرقم الأخير اللي وصل في قاعدة بيانات وزارتنا باعتبار هي الجهة القطاعية المسؤولة عن هذه الأرقام هي 568 ألف عائلة نازحة مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة. قسم من هذه الأعداد هم مسجلين في عام 2014، والأعداد التي استلمت
منحة المليون السابقة منحة المليون هي بحدود الـ يعني 90% من الأعداد الرقم الدقيق ما عندي حقيقة بالضبط 90% إذا 10% ما استلموا منحة المليون. نعم وزير الهجرة والمهجرين يقول يعني حتصرف مستحقات منحة المليون دينار الأسبوع المقبل لأكثر من 99,000 عائلة ناسحة. 99,000 عائلة ناسحة تغطي 10%؟ يعني هي 10% المتبقية من اللي 568,000 عائلة ناسحة؟ لا حقيقة توضيح في هذه المسألة قضية هنا أمام تخصيصات لعام 2015 والمقرب في قانون الموازنة وتحويل مبلغ 2,400,000,000,000 دينار وصرفها على عن طريق البطاقة الذكية للعوائل النازحة. نعم هذا الصرف من هذه المبالغ سيكون وفق القانون على النازحين. كان القرار بأن كل شهر 400,000 ومن خلال البطاقة الذكية حسب ما علمتها اليوم الرقم اللي وصلنا أو وصلت الشركة مع المصرف الرافدين رقم الأعداد المسجلين بحدود 258,000 لحد هذا اليوم ومستمرين في إصدار البطاقة الذكية. الدفعة الأولى أكو أشهر سابقة يعني المفروض من بداية الشهر الدفعة الأولى ستكون 1,000,000 دينار وبعد ذلك على شكل دفعات. الدفعات ليش فقط 99,000 عائلة؟ ما الوجبة الأولى حقيقة القضية قضية التمويل من وزارة المالية هناك نقص في السيولة على شكل وجبات الوجبة الأولى 99 ربما الوجبة الثانية إلى أن ننتهي من هذا الموضوع. زين الإجراءات اللازمة حتى يعرف المستهدف بهاي المنحة الجديدة شنو الإجراءات اللازم يتخذها أو يقوم بها؟ والله مجرد مراجعة أي مركز من مراكز الصرف حقيقة من خلال البطاقة الذكية بالإمكان أن يستلم هذا المبلغ في المصارف. ما يتعلق بالنزوح الجديد أو النازحين الجدد ذول شو وقت حيسجلون على اعتبار أنه بعدهم ما مسجلين إلى حد الآن وبالتالي شو وقت حتصرف لهم مستحقاتهم؟ النزوح الأخير خلينا نوضح المراحل. خلينا نقول حقيقة وجبة الرمادي الأولى ووجبة الرمادي الثانية وجبة بزيابز الأولى والثانية. بالتأكيد هم الآن في مرحلة هم محتاجين مساعدات طارئة ولواء مؤقت وهذا تلبية احتياجات تكون على هذا الأساس بعد التسجيل بفترة بعد استقرار. أنا حجو أناقش وياك السويت وفيما يتعلق بالعوائل النازحة مؤخرا أنا أتحدث عن متى سيسجلون يعني إجراءاتكم مش قد حتاخذ وقت أسبوع أسبوعين شهر ومتى ستصرف لهم منحة المليون؟ والله إجراءاتنا مستمرة سواء بالتسجيل أو في تقديم المساعدات الطارئة في المرحلة الحالية إلى حين استقرارهم في مناطق النزوح ومعرفة أعدادهم وماكنهم سيتم تسجيلهم في قاعدة بيانات الوزارة علما أن العديد منهم أساسا مسجلين نازحين داخليا في محافظة الأنبار. يعني أنا بأسألة الدائرة المختصة دائرة المعلومات عن عن النازحين هؤلاء أتبين بين أكثرهم بحدود أكثر يعني من مرحلة الوصول للبغداد مو هي المرحلة الأولى هي المرحلة الثانية بعد نزوحهم من منطقتهم إلى منطقة أخرى داخل الأنبار ومن ثم إلى بغداد أو إلى بابل أو إلى كربلاء. بالضبط 80% من هذه العوائل السبق وأن تم تسجيلها وعدها بيانات في وزارة الهجرة والمهجرين وهي من المفترض أن تكون مشمولة بمنح والمساعدات ومنحة المليون يراد لها تصفية يراد لها وقت إلى أموال أيضا الأموال موجودة السيولة. عند وزارة السيولة موجودة عند وزارة المالية أعلن وزير الهجرة والمهجرين في أكثر مناسبة بأن هناك نقص في السيولة ونقص في الأموال عندنا باقي من التريليون الميزانية 2014 بحدود 136 مليون مليار حقيقة. هناك التزامات على وزارة الهجرة والمهجرين هناك مشاريع متوقفة هناك استحقاقات الناس اللي ما استلموا المليون الدفعات الحالية اللي تدفعها وزارة المالية إلى وزارة الهجرة والمهجرين تغطي أعداد محددة في الوقت الحاضر. نتأمل بعد صرف هذه الوجبة أن تقوم وزارة المالية بتسديد المبالغ الأخرى لكي نتمكن من الاستجابة لاحتياجات هؤلاء. احكي لي على الوجبة الثانية للنازحي الرمادي هم توجهوا بثلاث اتجاهات العدد الأكبر بغداد
والعدد الأقل بابل وكربلاء مو هالشكل؟ نعم بالضبط. وصلت للعدد النهائي بخصوص الوجبة الثانية من النزوح أو المرحلة الثانية من النزوح، وأيضا وين سكنتوهم يعني وين خليتوهم؟ والله البعض عنده إمكانية أجر، البعض يجوز سافر لإقليم كردستان أو خارج العراق، أكو ناس معدمة وين خليتوهم؟ في أماكن إيواء، وفي حقيقة في مساجد عندنا باليوسفية، عندنا في أبو غريب بالجوامع، نعم في قسم منهم ساكنين في الجوامع. والله المناطق موجودة عندي، يعني آخر المساعدات كان البارحة، اليوم أنا سألتهم على المساعدات المقدمة، إذا أمكن خلي أشوف الأماكن، أماكن التوزيع المساعدات اليوم السبت. بس قبل المساعدات، قبل ما نتحدث عن المساعدات، هي تبين الأماكن، أماكن تواجد النازحين كان في أبو غريب، وكذلك في منطقة مناطق أخرى حي الجامعة، ومناطق أخرى كثيرة حقيقة في اليوسفية. وين المخيمات وديتهم؟ نعم الجوامع، الجوامع كافية يعني لاستقبال العدد؟ لا بالتأكيد هيانا مخيمات، حتى في بسيبس كم يعني كم مخيم بنيت مؤخرا؟ والله الأعداد هي ما في ذهني الآن، لأن ما توقعت الموضوع حول هذا، يعني الكلام حول هذا الموضوع عندنا في أكثر من مكان. عفوا آسف جدا على التعبير، أكو من يكذب هذا الكلام. أكو أكثر من جهة يقول لك وزارة الهجرة والمهجرين واللجنة الحكومية مؤخرا ما بنت أي مخيم. لا موجود. وين هاي المخيمات؟ عرفنا عددهم. منطقة أبو غريب. شو وقت بناء هذا المخيم؟ هذا من موجود من زمان، 500 خيمة خلينا في منطقة الرماية، ميدان الرمي حقيقة، وتم تسميته مخيم أهلنا، وكذلك مخيم آخر في منطقة اليوسفية، ومخيمات أخرى يعني عديدة. مخيمات من خيم. نعم مخيم. ذكرت لي مساعدات يعني تم توزيعها باليوسفية وحي الجامعة ومناطق أخرى. شنو طبيعة هاي المساعدات؟ هي مساعدات طارئة لهذه العوائل، عبارة عن سلة غذائية، عبارة عن أغطية ومنام وخيم مؤقتة إلى حين تهيئة أماكن دائمة للإيواء. حقيقة كان هناك موقف طيب من قبل جهات عديدة، ومن قبل شيوخ عشائر وآخرين وناس خيرين حقيقة تبنى مو بغاثة النازحين. زين أكو أعداد راحت البابل وكربلة، شنو وضعهم؟ وأيضا ما يتعلق بالنازحين القدامى الموجودين في فنادق كربلة اللي تم تأجيرها لهم، واليوم يقول لك حنطلعكم بسبب أنه ماكو سيولة حتى ندفع الإيجارات، ذولا وين حيروحون؟ في تحضير قبل شوي كنت أتكلم بهذا الخصوص مع الحقيقة مع بعض الأخوة الموجودين في محافظة كربلاء، وكذلك الجهة المشرفة على تنفيذ مخيم الكرفانات المتفق على إقامته في محافظة كربلاء، الآن في مراحلها الأخيرة، نتأمل خلال الأسابيع القليلة القادمة يكتمل؟ يكتمل المخيم. وحقيقة مكان ملائم لي، وهو كان أكو حقيقة تأخير في عملية تهيئة المأوى الدامح، وعلى طول في أكثر مناسبة أنا قلت الفنادق هي مو محل إيواء دائم، كانت الغاية الأساسية. يمكن في البداية ما كنا نتوقع أن تدوم الحالة أكثر من شهرين، ولكن كان هناك تلكو في عملية تحضير تهيئة الأرض، عملية تجهيز الكرفانات، عملية الإيواء. تم تشكيل عدة لجان من قبل اللجنة العليا للإغاثة والإيواء لمعالجة الموضوع، ولكن مع الأسف صار تأخير 6 أشهر وما ما 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 صار تهيئة لهذه المسائل، شهرين إضافي وما صار تهيئة. منو يتحمل المسؤولية؟ بالتأكيد كل الجهات، من اللجنة التنفيذية، اللجنة العليا للإغاثة، وبالتأكيد محافظة كربلاء، بالتأكيد اللجان اللي تم تشكيلها لتهيئة المأوى دائم لهؤلاء. خليني أشكرك الوكيل الأقدم من وزارة الهجرة والمهجرين السيد أصغر موسوي، شكرا لحضورك ونورتنا. شكرا جزيلا. أشكرك. كان هذا موضوعنا الأخير مشاهدينا، لقاءنا بالتأكيد يتجدد وياكم باكر مواضيع وأخبار أخرى. إلى اللقاء.